يعني أنه يتم الاتصال بي فيما بعد من قبل رئيس المركز في المنطقة اللي نسكن بها باش يقول لي سيد الرئيس راه بيت الوالد نتاعك عملت لي مشكل. شنو المطلوب؟ قال لي والله جيب خلينا احنا معناها نعمل عليها طلة نرجعوها لك. تقريبا عندي شهرين وانا نحاول نتحصل على البطاقة عدد ثلاثة، لقينا كل الأبواب، كان آخرها البارح باب مدير مكتب العلاقات مع المواطن. قلت باش نزكي فلين، يعني يصير هكا فينا معناها نتمرمدوا وبنتك نشرشي ونلقى روحي أنا في بلاصة وبنتي في بلاصة. اش فهم هل في دولة القانون نون طفلة صغيرة عمرها 5 سنين تهزها من 11 تاع الليل 4 تاع الصباح تحقق معاها أمك وين؟